ولمناقشة تداعيات القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل بعد اعتراف الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عنه، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا سيد بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هل ترى أو تتوقع أن إيران عندما تقوم بقصف العراق مثل ما جرى في أربيل قبل أيام تتوقع ردة فعل ما من الحكومة العراقية؟ في البداية تحية حضرتك ولجمهور قناة طرف الليل. هذه العملية اللي قامت بها إيران داخل الأراضي العراقية تذكرنا بما حصل عام 1980 قبيل الحرب العراقية الإيرانية وتجاوز السافر على المدنيين من خلال قصف المدن الآمنة بالصواريخ. العملية هذه لو كانت إيران لديها 1% من يعني التأكيدات بأنه الحكومة العراقية بإمكانها أن تفعل شيء إزاء هذا التعرض وهذا الاعتداء الغاشم، ما كانت تعرضت لدولة كاملة مستقلة العالم يعترف بسيادتها بهذه الطريقة، والقصد قصف حسب ما تدعي مقار تابع لدولة أخرى. هذا نعم. من الجهتين هو غير ممكن وغير مقبول دوليا، لا يمكن اعتباره إلا هو تعدي سافر على السيادة العراقية والأراضي العراقية. نعم، صحيح أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال سيد بهاء، لعلك تتفق مع هذا الكلام، ولكن إلى أي حد هذا الهجوم مرتبط أولا بفشل تشكيل الحكومة في بغداد وأيضا بمجريات المفاوضات والمباحثات حول الملف النووي في فيينا؟ هذا الهجوم صراحة أرسل رسالتين، الأولى كانت المجتمع الدولي والثانية إلى المسؤولين في العراق ومسؤولين الأحزاب في العراق. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي الآن أصبح بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط أصبح هو بحاجة إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني والنفط الفنزويلي لتعويض النقص الذي سيحصل أو قد يحصل من فرض عقوبات على المستقبلات النفطية الروسية، وبالتالي هي أحبت أن توصل رسالة قوية بأنها ستنفذ كل ما تطلبه أو كل ما تريده مقابل رفع هذه العقوبات. سابقا كان الموضوع عكسي، كانت إيران هي من تحاول رفع العقوبات والمجتمع الدولي يضع شروط عليها. الآن الوضع اختلف، الآن إيران هي من ستضع الشروط لتوقيع الاتفاق النووي، وهذا الأمر اعتمادا على الدعم اللي حصلته من روسيا أو تغير المواقف بصورة عامة. الآن الموقف صار عبارة عن قطبين، إيران تحاول أن تثبت لروسيا ولاءها ووقوفها إلى جانبها من خلال عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي، في نفس الوقت تحاول إبعاد ملف الصواريخ البالستية عن الاتفاق النووي. الرسالة الثانية إذا سمحت، الرسالة الثانية للحكومة العراقية بعد فشل اللقاء الأخير بين سيد مقتدى الصدر وجماعة الإطار التنسيقي، فشلت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى نتيجة، بالتالي هي حبت أن توصل رسالة بأنه هذا التوافق اللي صار بين الصدريين وبين الأكراد وبين التحالف الآخر اللي يمثل المكون السني يجب أن لا يمرر، لأنه يمثل أساسا خطر على الأمن القومي الإيراني أصلا، وبالتالي هي أرادت أن توصل رسالة إلى السياسيين العراقيين بضرب هذه الأداة. نعم، كأن ذلك يعني يؤكد بأنه لا قيمة لما قالته فرنسا وقامت بتحذير إيران كما تعلم من أن قصفها لأربيل سيتسبب أو قد يتسبب في إيقاف المباحثات في فيينا. هل تستطيع فرنسا أو بعض الدول الأوروبية أن تقوم بذلك؟ في الحقيقة هي تستطيع أكيد، لو حاولت إصلاح علاقاتها مع دول الخليج. الآن أوروبا تبحث عن بديل للنفط الأوكراني، وبهذه الحالة بإمكانها أن تسير على نفس النهج الصارم في مواجهة إيران، فيما لو اعتبرت أن النفط الإيراني معاقب وعليه عقوبات ولا يمكن رفع العقوبات عنها بسبب برامجها الخبيثة سواء الصاروخية أو برنامج المسيرات أو برنامجها النووي واللي تهدد أمن الشرق الأوسط بصورة عامة. وبالتالي بإمكان هذه الدول
انه تحسن علاقاتها بالخليج حتى تبقى على نفس الضغط اللي تمارسه ضد ايران. ايران الان هي كموقف تعتبر هي موقف اقوى، لانه مثل ما قلت لك انه المجتمع الدولي او اوروبا الان بحاجه الى النفط الايراني اكثر من حاجه ايران الى الاتفاق النووي. كثيرا ما يسمع العراقيون عن السيادة العراقية، عدم المساس بالسيادة العراقية وما إلى ذلك من التصريحات الكثيرة، والتي في النهاية تتلخص ببيان حكومي للتنديد بهذا الهجوم الذي استهدف جزءا من العراق. برأيك هل هذا هو ما تستطيع الحكومة فعله فقط، وأنها حتى هذا الشيء لم تستطع أن يعني يكون لها موقف جدي أو موقف قوي تجاهه، وأصبحت تصريحاتها لا قيمة لها عند الشعب العراقي؟ بالتأكيد كان موقف الحكومة العراقية هو موقف خجول جدا، ويعبر عن مدى خضوع هذه الحكومة من الجانب الإيراني وتخوفها من حتى من الجانب الإيراني. الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة العراقية من خلال إجراء تحقيق ومن خلال استدعاء للسفير الإيراني وتوجيه مذكرة احتجاج، هذا بصراحة رد خجول وغير كافي. كان المفروض أن يقدم العراق مذكرة احتجاج رسمية للأمم المتحدة يبلغ بها الاعتداء اللي حصل واستنكار الاعتداء اللي حصل، وبالتالي اتخاذ مواقف، ممكن إغلاق الحدود، ممكن تسليم مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإيراني، وكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تحقق السيادة. لماذا لا يقومون بذلك سيد بهاء؟ ما الذي يمنعهم؟ أولاً لأنه أغلب هذه الأحزاب اللي موجودة الآن في السلطة هي تدين بالولاء المطلق لإيران. هذه الأحزاب لديها ولاء عقائدي، للأسف طبعاً أغلب الأحزاب لديها ولاء عقائدي، وبالتالي هي تعتبر إيران هي العمق الحقيقي استراتيجي لها وليس يعني عمقها في العراق. هي تعتبر إيران هي العمق الاستراتيجي الحقيقي لهذه الأحزاب، وهي الضامن الوحيد لبقاء هذه الأحزاب تسيطر على الموقف في العراق. نعم. هذا اللي يمنعهم أن هم يعتبرون أنفسهم جنود من جنود الولي الفقيه في هذه الحالة. بالنظر إلى ما جرى قبل أيام من قصف وهجمة صاروخية على أربيل، هل تتوقع أن يرد الكيان الصهيوني أو أمريكا في نفس المكان في العراق، أم أنه قد يرد باتجاه آخر في إيران أو في غيرها من المناطق؟ هو حاليا لا يمكن يعني الرد على هذا الهجوم بهجوم مسلح. الرد سيكون إما بهجوم سيبراني، ممكن عمليات داخل العمق الإيراني على غرار اللي كانت تصير في الأيام الماضية بسبب الحرب في أوكرانيا. هذه هي الردود اللي ممكن ان نواجهها. الامريكان صرحوا بانه الهجوم لم يسفر عن اصابه شخص وغير موجه لهم اصلا، والهجوم كان على اساس انه هو موجه نحو مصالح بعض الاسرائيليين اللي موجودين في كردستان، لكن هذا لم يثبت حتى الان. وحكومه كردستان منفتة، ولجان التحقيق بامكانها ان تكشف ان كان فعلا اكو مصالح اسرائيليه في كردستان او لا. في كل الأحوال الرد لن يكون عسكريا، لأنه حاليا المنطقة على صفيح ساخن بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات ومفاوضات الملف النووي. هذه المفاوضات تتطلب الآن، بما أنه الغرب هو بحاجة للنفط الإيراني، تتطلب أنه تقديم بعض التنازلات من أجل تمرير هذا الاتفاق النووي وإطلاق النفط الإيراني للأسواق، مما يسبب بخفض الأسعار، وهذا اللي حاليا تفكر به أوروبا وأمريكا. نعم، أشكرك جزيلا سيد بهاء خليل، الباحث والكاتب الصحفي من إسطنبول. شكرا لك.